هي أكاديمية ريال مدريد، أكاديمية نادي عريق، نادي مشهور ونشر الأكاديميات على العالم. وأول ما انفتحت في العراق سجلنا بيها، لأن هي أكاديمية معروفة وكادر معروف أسباني، وبيها تطور إن شاء الله للعراق. إن شاء الله تقدم لواعيب يعني ممتازين جيدين. أول ما انفتحت الأكاديمية بالعراق كل اللاعبين سجلوا، ومن أحسن اللاعبين المسجلين حاليا بالأكاديمية، تدريب ممتاز جدا، المدربين أسبانيين الحمد لله، التطور للعراق إنجاز إن شاء الله. Head coach of the Real Madrid Foundation Academy here in Baghdad. So we are just opening the academy here in Iraq. I'm here for a few weeks, and I found the country very quiet, very very normal, and the people is very excited with this project, also with. I feel that the people is they want to see the future, look at the future, and they are very very excited with that, with this opening here in Baghdad. يعني ريال مدريد اسم كبير في مستوى العالم، مو بالسهوله اللي ممكن انه يكون متواجد في العراق، لكن الحمد لله والشكر سعينا انه توجد، وكانت هناك اراده وتصميم انه وجود اكاديميه لريال مدريد اكيد راح تكون عامل مساهم في مساله الاستقرار الامني واستقطاب الامور الاقتصاديه كثير بتفاصيل حقيقه، لانه مؤسسة بحجم ريال مدريد أنا أعتقد هي مكسب للكرة العراقية وللعموم الوضع بالعراق.